السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناؤنا في مدرسة عبد الله بن رواحة نحييكم ونقدم لكم مراجعات منتصف الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة الإنجليزية الصف السادس، ونبدأ من comparison أو صيغة المقارنة، وهي عندما نقارن بين شيئين أو أكثر فنقول هذا أطول من هذا أو هذا أقصر من هذا إلى آخره. طبعا ما يدلنا على أن الجملة فيها مقارنة هي كلمة than أو conjunction than، وتعني من أو من. طبعا الصفات، نبدأ بالصفات التي تتكون من مقطع صوتي واحد وهي one syllable adjectives، مثل كلمة big, small, short، هي كلها كلمات تتكون من مقطع صوتي واحد وهي في كل الأحوال تتجاوز الخمس أو ست حروف. small فيها مقطع صوتي واحد، short مقطع صوتي واحد، tall مقطع صوتي واحد. تصبح عندما نريد أن نستخدمها في صيغة المقارنة big, bigger than، أكبر من، small صغير، smaller than أصغر من، short قصير، shorter than أقصر من. نأتي إلى الكلمات التي تتكون من أكثر من مقطعين صوتيين، مثل كلمة beautiful، beautiful ثلاث مقاطع صوتية، interesting أربع مقاطع صوتية. طبعا الكلمات التي تتكون من أكثر من مقطعين صوتيين مثل هذه الكلمات الطويلة التي هي بكل الأحوال أكثر من ست أحرف تكون، لدي نستخدم قبلها مور لأنه من الصعب أن نضيف إليها ER، مثلا من الصعب أن نقول beautifuler مثلا، هذا شيء مستحيل، لذلك نقول more beautiful than أكثر جمالا من، more interesting than أكثر متعة من، more comfortable than أكثر راحة من. نأتي إلى الأمثلة، في المثال الأول نقول elephants are bigger than seal. طبعا بوجود than فهذه الخطوة الأولى وهي جملة مقارنة. الخطوة الثانية أن أحدد الصفة صغيرة أم كبيرة. الصفة big صغيرة مقطع صوتي واحد، فنضيف إليها ER تصبح bigger than أكبر من. المثال الثاني dart frogs are more dangerous than snakes. طبعا هنا dangerous ثلاث مقاطع، dangerous ثلاث مقاطع صوتية، لذلك من المستحيل أن نضيف إليها ER، فنستخدم معها more تصبح more dangerous أكثر خطرا من. نأتي إلى الأمثلة في إلى التدريبات. cruiser is، عندي هنا space فراغ، عقب الفراغ يوجد صفة بين قوسين وهي صفة fast يعني سريع. طبعا أول شيء أبحث عن كلمة than وهي الدال على المقارنة، وجدت كلمة than، هاي الخطوة الأولى. أما الخطوة الثانية تكمن في أن أعرف الصفة طويلة أم قصيرة. صفة fast مقطع صوتي واحد، إذن هي صفة قصيرة، أضيف إليها ER فتصبح faster than. cruiser is faster أسرع than من Camry، من الكامري. patrol is، هنا التمرين التدريب الثاني، patrol is comfortable than sequoia. هنا بوجود الذان الصفة، الجملة طبعا مقارنة، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أعرف الصفة هل هي قصيرة أم طويلة. comfortable ثلاث مقاطع صوتية، إذن يجب أن أستخدم more comfortable، أستخدم more قبلها. طبعا في الملزمة في الصفحة الخامسة مشروحة القاعدة باللغة العربية، نقول علامة المقارنة هي ذان بوجود كلمة ذان في الجملة، إذا كانت الصفة صغيرة نضيف إليها ER، أو إذا كانت الصفة كبيرة نضيف إليها مور. نرجو مراجعتها في الصفحة الخامسة، وفي الصفحة السادسة التي تليها يوجد تمارين وأمثلة واضحة عليها. شكرا لكم، كل التوفيق.